الرئيس السيسي، استمرار حالة الاضطراب قد يؤدي لعواقب خطيرة في المنطقة والعالم. الرئيس السيسي: نمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية. الرئيس السيسي: تطورات المنطقة خطيرة وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع. الرئيس السيسي مطمئنا الشعب المصري: الأمور تسير من جيد لأفضل. الرئيس السيسي: ندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا والمنطقة ما أمكن دون التورط في أمور قد تؤثر على الأمن والاستقرار. الرئيس السيسي: تماسك المصريين ضمانة لأمن واستقرار الوطن. الرئيس السيسي: حجم الشائعات في الفترة الماضية كان ضخما جدا. الصناعة والنقل: سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين وإعادة طرحها من جديد بالسعر الحالي في حالة تعدي المهل الممنوحة للتشغيل. الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى للخروج بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالشكل الذي يليق بمكانة مصر بين دول العالم.